عليكم منورين حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا حبيب قلبي، رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جبارة للسنان، جبارة بمعنى الكلمة. أنا من كتر ما بجربها يعني سبحان الله. الأول هي مش بتبيض بس، دي بتمنع ألم السنان والالتهابات كمان، لو في السنان التهابات، لأن داخلها مادة جميلة جدا هتحبوها جدا جدا للسنان أصلا وللألم وللالتهابات وكل حاجة. يعني داخلها مادتين، واحدة هتبيض وواحدة هتمنع كل اللي أنا قلتلكوا عليه ده، وحاجات عندنا من بيتنا إن شاء الله. بس الأول كده أنا عندي كلمتين مهمين عايزين نقولهم مع بعض. الأول كده حبيب قلبي، أنا قررت بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا هنعمل حملة كبيرة جدا جدا لدعم ندعم فيها بعض، حملة اسمها حملة ايد واحدة. حملة ايد واحدة دي انا اللي سميتها كده بصراحة، وعلى فكرة انا بفكر فيها من مدة طويلة جدا، وعاملة جروب عندي على الفيسبوك، جروب لدعم القنوات، وانضم عندي عدد مش قليل، عدد كويس. انا عاملاه من مدة، قلت يعني اعمله واسيبه يكبر كده شوية مع نفسه، وبعدين اعلن عنه في القناة عشان كلنا نروح هناك وننضم فيه وكلنا ندعم بعض. عايزين نبقى ايد واحدة، عايزين نبقى ايد واحدة بجد، عايزين نبقى كده. محدش هيكبرنا، محدش هيعمل لنا حاجة، محدش هي يعني. في قنوات صغيرة لسه بادئة بتقول يا رب، بتقول بسم الله، عايزة اللي ياخد بايديها، عايزة اللي يقول لها تعالي ويعمل لها كده. احنا كلنا طبعا قنوات لسه صغيرة، وفي اصغر مننا لسه كمان، كلنا بنتمنى وكلنا مشاهداتنا واقعة وكلنا لايكاتنا واقعة. ليه؟ لان احنا مش بنتعامل مع بعض الضمير حقيقي والله، احنا مش بنتعامل مع بعض الضمير. يعني انا كذا مرة فقدت الامل في القناة، غيري عمل كده كذا مرة فقد الامل في القناة، بس احنا عايزين نعمل كده علشان ندي بعض امل تاني، نعرف ان في خير فعلا موجود فينا، نشجع بعض، ندخل نعمل اكبر حملة واكبر جروب لان احنا ندعم بعض فيه. وعايزيننا نعمل جروب تاني كمان، انا بفكر اعمل جروب على الواتس برضو للموضوع ده كله. هتفق برضو مع واحدة حبيبتي كده وهنعمل سوا، وهيبقى جروب جامد جدا جدا زيه، بس جروب الفيس طبعا حاجة اعلى شوية ومفتوح. انا الفيس بتاعي باسمي على فكرة، وصفات مريم السحرية الفيس بتاعي عندي هناك. يعني انا عايزة اقول لكم الاول ان انا هنا على قناتي انا مقفلة العدد بتاع القنوات، يعني ان انا اشترك عند حد مقفلاه، يعني وصلت للعدد الاساسي بتاع القنوات خلاص، مش بينفع اشترك مع حد. بس مع ذلك بحاول ان انا اشترك، بحاول ان انا الغي اشتراك ناس عندي مش بتتابعني، او ناس عندي من زمان وحاسه ان هي مش بتتابعني ومش بتظهر عندي، بضطر ان انا الغي معاهم واشترك مع ناس جديده عندي بتدخل عندي. يعني انا بحب اساعد الناس كلها الحمد لله. بقول لكم انا تليفوني قناتي عموما لوحدها كده اتملت اشتراكات خلاص، واتملت كل ولايكات، اتملت حاجات كتيره جدا. بس مع ذلك بعمل، بمسح القديم، بمسح الناس اللي مش بتتابعني اصلا، بمسح كده. عايزين نعمل كده، عايزين كلنا نقف جنب بعض حقيقي، عايزين نحب الخير لبعض، عايزين. انا مش هاخد رزقك ولا انت هتاخد رزقي، ولا انت هتاخد رزقي ولا انا هاخد رزقك، لا، كل واحد بياخد رزقه في الدنيا دي، كل واحد المكتوب بيشوفه. فاحنا عايزين الاول نعمل اللي علينا ونعمل الخير ونسيب باقي على الله، نسيب كل حاجة على ربنا، اتفقنا؟ انا عايزة، انا بعد ان شاء الله باذن الله في خلال الفيديو، من اول الفيديو اللي انا بعمله ده، هثبت اربع لينكات بتوع قنوات، هثبتهم كل يوم، هثبت اربع لينكات شكل في صندوق الوصف، بلاش في التعليق المثبت الاولاني عشان ما يبقاش غلط وكده، انا هثبت في صندوق الوصف. عايزاكم كلكم تدخلوا عندهم وتدخلوا عندهم، ما يدخلوا عندكم، يعني اللي انا هثبتهم دولت انتوا تدخلوا عن... ومش هختار حد معين، ما تقولوش مثلا انا بختار كده، لا، ده انا هختار حد، يعني مثلا ايه قناتهم محتاجة جدا جدا جدا، ندخلوا عندهم ندعموهم، وهم لما يلاقونا عندهم هيدخلوا عندنا، تمام. انا عايزة كل قناة انا هحطها في صندوق الوصف تلاقي نفسها موجودة، تروح تدعم كل القنوات اللي هيدخلوا لها علشان ندعم بعض، انت تروحي لها وهي تجيلك، حضرتك تروح وهي تيجي كده، عايزين نعمل كده، تمام. على قدر المستطاع، ما احنا لازم يعني ان شاء الله باذن الله لازم نكبر، يعني لازم نكبر، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، يعني لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. عايزين نحب الخير لبعض، مش هقولها تاني، عايزين نحب الخير لبعض. انا كل القنوات اللي عندي انا عارفاهم، يعني انا الحمد لله شوفوا عندي كم قناه، واللي متابعني انا عارفاهم بالعدد يتعدوا، بس مش زعلانه، كفايه عليا، انا قلت لكم قبل كده كفايه ان واحد بس او واحده تكون بتتابعني وتكون بتستفاد مني ولو بمعلومه صغيره.
لان انا يعني ايه، خيركم من تعلم وعلم. انا عايزه اعرف غيري اللي عندي، عايزه يستفاد من الوصفه. انا ببقى بعمل الوصفه حقيقي والله، ببقى بعملها وعايزه الناس كلها تشوفها، عايزه الناس كلها تستفاد منها، مش عشان القناه او عشان اكبر او لا 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 لا، انا عايزه الناس تشوفها وخلاص علشان يستفادوا منها، مش عشان انا استفاد، لا. فانا قررت ان شاء الله باذن الله، وده طبعا بعد واحده كمان حبيبتي قالت لي معايا هنا في القناه، قالت لي عايزين نعمل كذا، فانا قلت لها انا ما عنديش مانع، انا اصلا بفكر في الموضوع ده من مده طويله. الاخت الفراشه دي بتعمل ايه هنا؟ سمعت ان الفراشه دي روح طيبه، مش عارفه دي صح ولا لا. فانا عايزه، لا ما تقفيش عليا عشان بتكلم، انا عايزه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نبقى كده نبقى ايد واحده، كلنا نروح عند بعض. لو انتي مشتركه عندي، يعني لو انتي لقيتي نفسك مشتركه عند القناه اللي انا هحطها، شاهدي لها واكتبي لها تعليق، قولي لها انا جيت لك، انا من طرف فلانه، انا مش عارف ايه، اي حاجه، اي سيم اعملوه بينكم علشان يتعرف انتي جايه من طرف مين، عشان هي تجيلك. وبصوا بصي انا مش فاضيه، فانا دلوقتي عايزه اقول ان احنا لخبطتين. المهم احنا اتفقنا طبعا على الكلام اللي انا قلته كله، وعايزه ان شاء الله باذن الله اشوف شغل جامد، لان انا هتابع، انا الاربع قنوات اللي هنزلهم كل يوم، انا كنت المفروض انزل قناتين بس انا هخليهم اربعه، عشان القنوات كتيره، قنوات كتيره عايزه تستفاد، وقنوات كتيره حتى لو انا مش عندهم، هم مش عندي، هنزل اللينكات بتاعتهم برضو، انا مش بيهمني، المهم مصلحتهم او مصلحه، او لو حتى مش بيتابعوني كمان، او لو عندي ومش بيتابعوني هنزل لهم اللينك بتاعهم برضو. بس لما تروحوا عندهم عرفوهم ان انتوا مثلا من طرف فلانه، عشان هم يجولكم، او اعملوا سيم تاني احنا جينا مثلا، او شوفوا انتوا هتعملوا ايه مع بعض كده. المهم ان انا عايزه ان احنا كلنا نبقى كده، وربنا يرزق الجميع يا رب العالمين. ويلا بينا نعمل الوصفه، عشان اتكلمت كتير النهارده، بس انا حاسه ان ما قلتش كلام كتير والله، اكيد انتوا فاهمين الباقي بقى. المهم في قنوات كتيره مظلومه والله العظيم، في قنوات زي العسل ومظلومه، سواء في الروتينات، سواء في الطبخ، سواء في الوصفات، سواء في اي حاجه، طالما قناه هادفه وبتعمل حاجه هادفه فعلا وتنفع تبقى مظلومه. لكن في قنوات هايفه جدا جدا وبتعملش حاجه ومشهوره جدا جدا، ما تعرفيش على ايه، مش عارفه على ايه، تلاقي عندها ملايين مشاهدات. يعني انا كنت بسمع فيديو لمهندس اول امبارح، والله العظيم المهندس ده يعني ما شاء الله على قناته، ما شاء الله على المعلومات اللي بيقدمها، تنفعنا كلنا، انا نفسي بستفاد من قناته. المهندس ده قال ان هو شاف فيديو 12، يعني الفيديو ده عنوانه ايه؟ عنوانه ازاي نفرع صواريخ رمضان. في اكتر من كده، ازاي نفرع صواريخ رمضان، بيقول ان الفيديو ده بعد 5 دقايق بالظبط جاب 14,000 مشاهده. ازاي يا جماعه؟ ازاي بجد؟ والله انا مش فاهمه، الناس بتدور على الحاجه الهايفه جدا وبتروح لها. الناس بقت يعني، لا احنا لازم يبقى عندنا مبدا، ولازم قنوات القران مظلومه، في قنوات قران على فكره، في قنوات شيوخ بدخل عندها الاقي المشاهدات عندها بسيطه جدا، ما يتعداش المية وحاجه، ما يخشش الميتين وحاجه. طب وليه؟ ليه ما نبقوش احنا يعني نحب الخير لبعض ونبقوا مع بعض؟ قنوات روتين جميله جدا، عندي ناس محترمه، احنا مش بتوع اي روتينات، او مش مشتركين عند قنوات اي روتينات من اللي هي الوحشه، لا ده انا عندي ناس محترمه جدا جدا جدا، بيطلعوا بيعملوا احلى شغل، حتى على الاقل تستفادي منهم بكلمه، بيطبخوا تستفادي منهم بمعلومه، انا عن نفسي بستفاد منهم كتير والله. قنوات وصفات جميله جدا برضو، زي حالتي كده بتعمل وصفات وبتتعب وبتكلف. قنوات ايه كمان؟ قنوات طبخ، قنوات جميله جدا جميله، القنوات دي بتشجع، لان انت يعني سواء الروتين بيشجعك، سواء الوصفه بتاخدي منها معلومه، سواء الطبيخ بتعرفي منها معلومه. عايزين نشجع بعض يا جماعه، وعايزين نقف جنب بعض، وان شاء الله باذن الله والله رزقنا هيبقى زي ما ربنا كاتبه لنا، محدش بياخد رزق حد، محدش بياخد رزق حد، حطوا المعلومه دي في دماغكم. ويلا بينا نعمل وصفتنا النهارده، وزي ما قلت لكم انا هسيب الاربع لينكات بتوع القنوات في صندوق الوصف، عايزه كلكم تنزلوا عندهم وتشتركوا عندهم وتقولوا لهم احنا جايين من طرف فلان، يا اما قولوا اي حاجه تانية، انا مش بقول كده عشان تقولوا ان احنا من طرفي، لا ده انا عايزه جمله بس تنعرف كده، علشان انا عايزه اعرفكم بيها. شوفوا بقى انتوا هتكتبوا لي ايه، المهم او تكتبوا في القناه دي ايه، اختاروا انتوا الجمله دي واكتبوها، وانا هتابع التعليقات عندهم، وهنشوف مين اللي دخل عندهم، وهنشوف هم كمان هيردوا لكم زياره وهيدخلوا عندكم كل يوم ان شاء الله باذن الله. هنعمل الحاجه ديت، ويلا بينا نعمل الوصفه بتاعتنا النهارده اللي هي الحلوه اللي انا هعملها حبايب قلبي النهارده. اول حاجه هعوزها معايا الاوكربون، الاوكربون ده اللي هو الحبوب الفحم،
حبوب الفحم، انا عايزه دي من الصيدليه، فكره مش غاليه خالص، مش فاكره كانت بكام، الشريط تقريبا ب 13 جنيه او ب 11 حاجه زي كده. الشريط ده مليان قد ايه؟ انا هاخد منه قرص واحد بس، على يعني كل ما هتغسلي هتاخدي قرص واحد اهو فحم. طبعا اللي عنده فحم طبيعي بيعمل منه، بس احنا عشان ما عندناش فحم طبيعي ولا عندنا كده فبنشتري ده من الصيدليه. ده بيبيض جدا 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 السنان، بيخليها مرايه ما شاء الله، ومن اول غسله هتلاحظي الفرق. تمام، ادي اول معايا عشان انا هطحنه، خليكم فاكرين ادي اول كبسوله. الحاجة التانية معايا النهاردة وهي الاسبرين. الاسبرين ده بقى اللي هو العادي او الريفو، اللي هو بتاع اللي بتشرف الصيدلية يعني عادي، اللي احنا طبعا كلنا عارفينه اهو. هناخد في منه شرايط، يعني في منه شرايط زي ده، تمام، بس ده اللي عندنا هنا في بلدنا. هناخد قرص برضو واحد اهو، انا برضو عايزة اطحنه. طبعا الاسبرين هيعمل ايه؟ الاسبرين هيبيض برضو وهيمنع التهابات السنان، هيعالجها، هيعالج التهابات اللثه، النزيف بتاع اللثه، هيعالج حاجات كتيره جدا، زائد ان هو بيبيض. فاحنا هنخلط دول مع دول، يبقى الاوكربون اللي هي الفحم اهيت للتبييض، تحفه تحفه تحفه. والاسبرين انا هروح اطحنهم كده، هجيب حاجه اطحنهم بيها. بصوا ممكن تجيبي مثلا كيسه كده وتحطيها كده وتعمليهم بس كده بالراحه، اهو هما اصلا اتهرسوا مع بعض بس كده. بصوا بقوا بودره بس كده. تمام، هنجيب بقى الحاجه بتاعتنا اهم اهو بس كده اهو. هنعوز بقى معايا طبعا المعجون بتاعنا، اي نوع معجون انت بتستخدميه، مش شرط ده، اي نوع بس يفضل الابيض، يعني انا بحب الابيض في الوصفات دي. هنحط الحته اللي احنا هنستخدمها على قد الغسله برضو، يلا احتملت ايه اهو. هنحط كمان حاجه معايا اخيره علشان ريحه النفس، وكمان هتساعد معانا. بصوا ميه الورده هنحط منها سنه بسيطه قوي علشان نقلب بيهم الوصفه، وكمان تساعد معانا في تخلي ريحه البق حلوه والنفس يبقى طالع حلو كده اهو. نقلبهم كده مع بعض كويس جدا، متستغربوش اللون، هو لازم يبقى اللون كده. ولسه بقى ما تغسلوا سنانكم هيبقى اللون، تحس ان السنان كلها سمرة بس مش مهم طبعا. ثواني بقى نجيب الفرشة. بصوا الفرشة اصلا لو تلاحظوا انها سمرة من كتر ما انا ايه بستخدم الوصفة دي اهي. تقلبيهم كده كويس مع بعض بس كده. كده اصبحت معايا غسلة السنان جاهزة اهي. هتاخدي بقى تدعكي السنان. بصي عايزة تزودي معجون على فكرة هتزودي عادي خالص اهو، هي الحبة دول متهيألي يكفوا. عايزة تزودي هتزودي عادي خالص اهو. هتاخدي بقى وتدعكي السنان كويس جدا 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 من فوق، يعني دعك السنان اصلا بيبقى كده، الصحيح بيبقى كده، تمام كده وكده ديت. بتروحي وتودي برضو تجيبي بس مش كتير، هي اكتر حاجه كده وكده علشان يبقى تطلعي الحاجات اللي في السنان من فوق والحاجات السنان من تحت، تمام بس كده. الوصفه دي بقى هتشوفي منها تبييض، هتشوفي منها جمال، هتشوفي منها حاجات تحفه تحفه بصراحه، وصفه رهيبه. في ناس بتستخدم الفحم لوحده على المعجون، في ناس بتستخدم الاسبرين لوحده على المعجون، انا عجنتهم مع بعض، انا اخترعتهم مع بعض، افتكستهم. دي لاول مرة على اليوتيوب على فكرة الوصفة دي، انا افتكستها كده مع بعض بس طلعت تحفة تحفة تحفة. الاول طبعا الاسبرين بيعمل الالتهابات وبيعمل الوجع، يعني لو سنانا بتوجعنا بيعمل كل ده، بيخدره لانه هو اصلا مسكن، احنا عارفينه مسكن خفيف جدا جدا على المعدة. تاني حاجة ان الفحم كمان بيبيض، وطبعا الاسبرين برضو بيبيض، الفحم بيبيض جدا 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 جدا. وطبعا معانا مية الورد اهي، بصوا تحفة تحفة تحفة. جربوها بقى كده الوصفة الجهنمية، الاختراع دي الافتكاسة مني دي، وما تنسونيش في اللايك، اللايك انا عايزة لايك كتيرة، وتشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد، و ما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه، وتعالوا عندي على الفيسبوك على قناه وصفات مريم السحريه، علشان الجروب اللي هناك اللي انا عاملاه عايزين كلنا ندخل فيه علشان نساعد بعض، وهنا نساعد بعض، وهنعمل جروب برضو تاني
اللي عايز نعمل جروب طبعا على الواتس يقول لي نساعد بعض فيه، برضو هجمع كله فيه وهجمع اكبر كمية، وعندي ناس كتير على الواتس برضو. ان شاء الله باذن الله هنكبر يعني هنكبر. واعملوا وصفتي دي قبل ما نكبر، لازم تعملوها لازم تتعمل عشان خاطر شوفوا جدة اسنانك بقى كده. طبعا انا بغسل بيها بعد الفطار وبغسل بقى بعد السحور، يعني المفروض مرة واحدة في اليوم بس انا بغسل بقى مرتين صراحة، علشان طبعا بنبقى طول النهار صايمين تلاقي اسنانك بيضة كده ومشرقة وابتسامتك مشرقة كده ولامعة وتنفع للكل على فكرة، تنفع للكل ولجميع الاعمار، تنفع لينا كلنا. يلا اسيبكم على خير، وصفتي النهارده كانت سهله، انا بس حبيت اتكلم معاكم، الكلمتين دول كانوا اهم من الوصفه النهارده بصراحه. يلا جربوا بقى الوصفه الافتكاسه دي وصفه افتكاسه، جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم. استنوا في اللايك بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.